مرحبا الاخوان في العمق ديال قصبة تهامي القلاوي، في بلاصة اللي حتى شي واحد ما دخل ليها. تخيلوا معايا 300 واحد اللي شاركوا باش يبنيوا هذه القصبة ديال تهامي القلاوي. هذه بلاصة سرية في دار تهامي القلاوي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديالنا ديال اليوم جبنا النواحي ما بين مراكش ورزازات. جينا لوحده من اقدم القصبات اللي كاينه في المملكه المغربيه، قصبه تلوات ولا اللي كتسمى بقصبه دار القلاوي. غادي ندخلوا لهاد القصبه هذه اليوم، غادي نكتشفوها، غادي نتعرفوا عليها، غادي نشوفوا المرافق اللي فيها، غادي نعرفوا الاسرار اليوم ديال القصبه. تبنات قصبة تلوات في القرن 18 ميلادي من طرف عائلة القلاوي في الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، وكانت محطة إجبارية كتمر عليها القوافل القادمة من جنوب الصحراء بفضل موقعها الاستراتيجي، وكانت هي المقر الرئيسي للتهامي القلاوي. ولكن أجي بعدا، شكون هو التهامي القلاوي مول هاد القصبة؟ الباشا التهامي القلاوي كيتعتبر أغنى رجل في تاريخ المغرب وأغنى من السلطان بنفسه بثروة مليار دولار، وكون علاقات كبار مع رؤساء كبار بحال رئيس وزراء بريطانيا تشيرشل والجنرال ديغول. القلاوي تزاد سنة 1879 بقصبة تلوات. العائلة ديالو كانت عندها مناجم الملح اللي خلاتهم عايشين في الغنى والرخاء، حتى لواحد النهار غادي يطلع لهم الزهر. السلطان حسن الأول كان راجع من الحرب ضد المتمردين في الجنوب، وغادي تشدو عاصفة ثلجية هو والجيش ديالو غادي يحصلو. هنا التهامي القلاوي وخوه المدني غادي يدخلوا، غادي يستغلوا الفرصة ويرحبوا بالسلطان الحسن الأول والجيش ديالو في القصبة، وغادي يخسروا فلوس صحيحة في ضيافة السلطان، وهادشي اللي عجب السلطان وخلاه يجود عليهم بالهيبات والأسلحة والمدافع، وخلاهم يكونوا قرابين من القصر وعطاهم مناصب راقية وكلفهم مساندة المخزن ضد المتمردين. ومنين وصل مولاي عبد الحفيظ للحكم عين التهامي القلاوي باشا على مراكش. هنا غادي يبدا الطغيان ديال التهامي من نهب الاستولاء ومصادرة أملاك الناس. التهامي القلاوي كان عزيز عليه قطاع الروس. وبعد مرور بزاف ديال السنوات والأحداث والوقائع في المغرب وفي حياة القلاوي، ومن بعد ما خدا المغرب الاستقلال ديالو ورجع محمد الخامس من المنفى، القلاوي تحول من شخص عنده سلطة ونفوذ إلى شخص كيركع باش يطلب العفو. May the curse of heaven be on those who deceive me, he is reported as saying. القلاوي خرج كيبكي من تما. The Sultan replied, the past is forgotten. What matters is the future. You will be judged on that. التهامي القلاوي عنده بزاف ديال الممتلكات والقصور في المغرب، الأغلبية ديالهم تم المصادرة ديالهم من طرف الدولة، ولاو تراث ثقافي كيتم الزيارة ديالهم من طرف السياح. وقصبة تلوات وحدة من القصور ديالو اللي غادي نكتشفوها اليوم. ولكن قبل ما نبداو كنتمنى أنك تورك على ديك لايك وتشارك في القناة وتشجعنا باش نزيدو في هاد المغامرات. السلام عليكم. الله يحفظك خويا. كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ بخير. مرحبا بكم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. دابا حنا في القصبة ديال تلوات. ديال تلوات. يلاه سيدي مرحبا. هذا الاول. جديد. الا شتي هذا الباب هذاك. اييه. تشوف هذا السيني هنا. فهمتي؟ نجمة. هذه النجمه المغربيه، هذا هو الطابع الاولاني الاسلامي. تبارك الله. هذا الباب ديال القصبه، شوفوا معايا الاخوان، تبارك الله الباب ديال العود، الباب تقليدي قديم، وهذه صفه طق طق طق. نعم سيدي. يا سلام. بسم الله. اجي نعم مورين اكتشفوا القصبه على كور. هذه الساحه البهو. هذه لا كور تيديروا احواش هنا في هذا الوقت. ياه. ها البالكون ديال القلاوي، تيجي القلاوي هنا ليزانفيتي ديالهم، وهنا تيديروا لانيماسيون، تيديروا الموسيقى. القلاوي هذاك هو البيت ديالو. ماشي البيت، هذا البالكون ديالو، هذا التيراس ديالو. وهنا تيجيو الناس تيجمعوا وتيديروا السبيكتاكل، تيديروا الموسيقى هنا فهمتي، وتيديروا حوايج. هو تيجي هنا مع ليزانفيتي ديالو وتيتفرجوا. دابا هذاك الباب الاولاني اللي دخلنا منه، دابا ان شاء الله ندخلوا مع الباب الثاني. بسم الله. يا بسم الله. واش هذا الباب هذاك الثاني هذاك غادي تشوفوا في هذيك، في واحد السي في واحد السامبول
اخر فهمتي هذا شنو كيعني؟ وهذاك سامبول اسلاميه استغفر الله ديال الشلوع هذاك هذا ديال الشلوع في هذا الشيء ديال الفيغار شوفال هذيك يلاه ديال الشلوع بعد واحد الباب واحد الباب اخر واحد سامبول اخر شتيها هي هذه اللي تولدوا دافيد هذيك ديال اليهود ديال اليهود دابا كل باب هنايا فيه واحد الرمز باش تعرف انت القضيه والاركيتكتور ديال كاع المسائل هنا ديال القصر هذيك نوريك واحد القضيه اخرى اجي تشوف هنا فيه جوج كاين هادي وكاين هادي وعندهم الصوت ديفيرون فهمتي مختلف علاش هادي ديال الرجال وهادي ديال النساء باش الا درت هكا الا عارفين شي نساء ولا شي حاجه هكاك ما غادي يجي واحد الراجل يحل لك الباب ولا شي حاجه هكاك فهمتي ولا هادي هادي اسمع هادي ديال المراه وهادي ديال الراجل هادي ثقيله وهادي خفيفه والله كورس هنا هذا هذا قرا تيجيو لي فيزيتور ولي غيت المهم تيعاودهم ليستوار ديال ديال القصبه ديال القصبه واحد الباب اخر هنا قدام هذا باب اخر هنا شتي لا شارنيير هذيك او ثاني واحد الشكل اخر هذا شكل اخر عاوتاني وهذيك يمكن ما عنديش 100% في يمكن سامبول افريكان هذيك باش عرف هذه القزبه هذوك فيها اربعه ديال لي زانفلونس فيها لا لانفلونس اسلاميك لانفلونس بربر لانفلونس افريكان اي لانفلونس اندالو جويف تبارك الله وانا المعلومه اللي عندي الاخوان على هذه البلاصه هذه هو انهم هذه القصبه هذه بناها 300 عامل اللي شارك في البناء ديالها 300 واحد الاخوان تخيلوا معايا 300 واحد اللي شاركوا باش يبنيوا هذه القصبه ديال التهامي الكلاوي نطلعوا الفوق ندخلوا مع هذا الباب ونكتشفوا نشوفوا شنو كاين هنايا بسم الله السلام عليكم ايه بسم الله هذه البارتي برينسيبال هذا معرض ديال الصور اللي كيعاودوا على التاريخ ديال القصبه هذا هو التهامي الكلاوي هاد الشخصية اللي كتشوفوا هنا هذا هو التهامي الكلاوي الصورة ديالو وهذه الصورة ديال القصبة كيفاش كانت في القديم قبل ما تريب شوفوا معايا كيفاش كان الشكل ديالها التهامي الكلاوي مع واحد الجنرال فرنسي الصورة ديالو مع جنرال فرنسي ايامات الحماية الفرنسية ولا الاستعمار الفرنسي التهامي الكلاوي هو غادي يبان لكم جالس هنا معاه شخصيات ها هذا يا سلام هذا الاخوه اللي كيبان لكم جالس هنا هذا السيد هذا هو شارلي شابلين كان جا عند التهامي الكلاوي واستضافوه هنا في القصبه ديالو اجيو تشوفوها شوفوا مزيان كيفاش غادي تجيب لكم الصوره شارلي شابلين ها هو غادي تشوفوا الصوره ديالو هذا شارلي شابلين وهذا التهامي الكلاوي كان جا عنده هنا القصبه واستضافوه هنا في القصبه وهذا التهامي الكلاوي في المكتب ديالو هادو صور ديال التهامي الكلاوي معرض كبير ديال التهامي الكلاوي مع ويستون تشرشل وزير الأول ديال الإنجليزية ياه وصاحبو بزاف التهامي الكلاوي هاد الصور كاملين اللي شفنا ديال التهامي الكلاوي راه تقريبا كلهم واخدينهم هنا في القصبة يعني التهامي الكلاوي كان هذا هو المقر ديالو فين كان كيعيش هنا هو والعائلة ديالو كانوا كيعيشوا هنا داخل هاد القصبة هذه ها يعني هذا هو المقر الرئيسي ديال التهامي الكلاوي ندخلوا مع هاد الباب عاوتاني ونشوف راه كاين بزاف ديال البيبان من باب لباب السيدي زيدوا مرحبا بكم زيد يا سلام واش عرفتوا هادشي اللي غادي نوريكم دابا ولا ما عرفتوش تبارك الله شوف الاخوان المعمار المغربي الاصيل الحقيقي 100% غادي تشوفوه في هاد اللحظات هادي
شوفوا نعيش نوريكم ولا بلاش ها نوريكم يلا اجي تشوفوا واش هذا تشوف شوف 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 شوفوا معايا القبض شوفوا بعد السقف هو الاولاني زاز شوفوا معايا داك العود النقش ديال العود في السقف داكشي كيفاش مخدوم وشوفوا معايا القبض كيفاش منقوش هذا صراع قديم تاريخي هذا شنو هو شوميني شوميني كانوا كيديروا هنا كيجلسوا لي بوايه داك الخشب وكيسخنوا العواد وكانوا كيجلسوا هنايا في الساحه هذه شوفوا معايا الزليج الزليج البلدي الاخوان شوفوا معايا هذا الزليج اللي كيبان لكم راه مركب طرف طرف ها الطريف الصغير زيد هذا زيد داكشي كل حاجه محطوطه بوحديتها شوف شوف شحال شوف شوف شحال شوف شوف اوه تبارك الله ما شاء الله شوف الصناعه التقليديه شوفوا معايا الزليج في الارض شوفوا معايا الدار كامله دايره بالزليج شوف الزليج البلدي والقبص البلدي شوفوا معايا البيبان شوفوا معايا القبص شوفوا معايا القبص ديال الباب تبارك الله ما شاء الله هاجوا جوج شوفوا معايا عاوتاني المنظر هنايا عاوتاني عجيب شوفوا معايا السقف شوفوا معايا هاد البلافو كيفاش كيبان تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شوفوا داكشي داكشي متقون داكشي محطوط متقون ما كاينش راه داكشي معبور بالميني ما كاينش زعما شي حاجه زايده على شي حاجه ولا والو والو كيف ما قلت لكم هنا التهامي القلاوي في القصر ديالو في القصبه ديالو جاب 300 عامل من جميع انحاء المغرب باش يصايبوا ليه الدار باش يبنيوا ليه الدار ارفع الحرايفيه احسن الحرايفيه اللي كاينين في المغرب هما اللي جاوا خدموا عند التهامي القلاوي في الدار ديالو يعني ما جابش اي واحد اللي غادي يصايب ليه الزليج لا سيدي الا ما كنتيش معلم نيت بمعنى الكلمه ما غاديش تخدم في الدار ما غاديش تحط يديك في شي حاجه شوفوا معايا هنا واش هذا الخشب هذا غادي يصايبوا اي واحد تبارك الله شوف شوفوا معايا هذا هادشي هذا ما عرفتش شحال شد ليهم ديال الوقت وما يصايبوه بعدا في هاد السقف هذا السقف ديال التهامي القلاوي اجي تشوفوا معايا من هنايا المنظر بسم الله يا سلام ما شاء الله تبارك الله هذا السطح ياك لا طيره السطح لا طيره حتى هنا تنشربوا اتاي حتى هنا يا سيدي يا سلام تبارك الله سلام تبارك الله ما شاء الله اجي شوفوا معايا القصبه راه كبيره بزاف شوفوا معايا القصبه قداش وله راه كيبان لكم تما تيكون بالهرج ساكن الاساس ديال بالهرج شوفوا معايا البنايه كيفاش كتبان تبارك الله واو الشامي القلاوي كان عنده الخيل في هذه البلاصه وهنا دوك الكوارة ديال المعيز البهايم داكشي هنايا وهادو الاراضي الفلاحيه اللي دايرين بالقصابه الارض ديالهم حتى هما هذه كامله الارض ديال التهامي القلاوي كامله
الله تبارك الله. شوفوا معايا واحد الدراري كيلعبوا لي راه ما شوفش هما كيلعبوا كره شو وانا واحد الصطاد هنا واحد التيران هنا ها البارسا ها الكومباني جوج كاين تيران هنا وتيران هنايا تدار تيران الاخوان تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معايا الهندسه شوفوا معايا المعمار يا سلام شنو غادي نكتشفوا في حاجه اللي ورا هذا الباب مسرود عليها اللي حتى شي واحد باقي ما اكتشفها حتى شي واحد ما كيدخل ليها. هاجيو معايا هاجيو بسم الله. يا سلام تبارك الله. شوفوا معايا الدار ديال التهامي الكلاوي من هاد الجهه كيفاش كتبان. شوفوا الاخوه البلاصه اللي غادي ندخلوا نكتشفوا دابا هنا كيفاش كانت الدنيا الداخل الظلام. هذه بلاصه سريه في دار التهامي الكلاوي. شوفوا معايا هنا الدنيا مظلمه بزاف. شوفوا معايا شوفوا معايا التقاوس اللي كاينين هنا الباب او شوفوا معايا شوفوا نجيو نكتشفوا عاوتاني هنايا هادشي غابر هادشي عالم هنا عاوتاني. هنا شنو كان في هاد البلاصة؟ عبد الله وعلم اخويا باش نتبع ما عرفتش شنو هاجي نشوفو هاد الجانب الاخوان الجانب اللي فيه الظلام هنا ما عرفتش هاد البلاصة شنو كان فيها. بسم الله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. البلايص اللي مهجورين بحال هكا الاخوان اللي كيكون قليل اللي كيوصل لهم الافضل تذكروا الله سبحانه وتعالى عاد تدخل بحال هاد الاماكن. بسم الله حنا دابا الاخوان في العمق ديال قصبة التهامي الكلاوي في بلاصة اللي حتى شي واحد ما دخل ليها. هنا الظلام هنا الظلام تماما.